مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. هي البداية إذن. يسدد الكرة. خزري يمر ويلعب كرة بينية. مرت الكرة بشكل جميل. تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يحاول أن يلعب كرة بينية، تسديدة في اتجاه المرمى. بكل قوة بكل إصرار يواصل مشواره ويلعبها إلى داخل الثمار. عمر السومة، عمر السومة يلعب كرة بينية، تسديدة من أول لمسة. يحاول أن يلعب كرة بينية، يرسل هدف. عمر السومة يبحث عن المهاجم، يمر ويلعب كرة بينية. مرت الكرة في واحدة أمام الحارس. عمر السومة بينية إلى خزري، يلعبها طويلة على الطرف. معه الكرة ولديه المس. خزري يمر ويلعب كرة بينية. خزري يحاول أن يلعب كرة بينية عرضية، يحاول لعب الكرة بالرأس. الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة، هدف. ويتقدمون أخيرا في الشوط الثاني من المباراة. توزيعة رائعة داخل منطقة الجزاء، تقريبا سهلت المهمة عليه. صافرة النهاية، يمكن اعتبار هذا نصر للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه.